فعلت وزارة الأشغال العامة والإسكان تحويلة من جسر ماركا ولغاية جسر البوليتكنيك، وذلك لبدء العمل بمشروع الباص سريع التردد ضمن هذه المرحلة التي قد يستغرق تنفيذها 4 أشهر. نحن ضمن المرحلة الثالثة أو الحزمة الثالثة من مشروع الباص السريع، بتمتد من هنا من عند جسر ماركا باتجاه الزرقاء لعند إشارة الستيل أو ما يسمى إشارة الحديد، طولها تقريبا 8 كيلو. راح تنعمل على أداء، وفي هون راح إذا ما أنت شايف في تحويلات متتابعة ومتوالية ليس زمنية، يعني برل في منهم برل يعني مع بعض متوازية، وفي منهم يعني متلاقية مع بعض. نحن الآن بطور عمل المنطقة من جسر ماركا هون لعند إشارة البيبسي. بدأ المشروع قبل 4 أو 5 أشهر تقريبا، بدأنا بعمل التحويلات، تحويلة ماركا تم إنجازها، تحويلة بين ماركا جسر ماركا وإشارة البيبسي أو تقاطع البيبسي تم إنجازها بالاتجاهين، ويتم العمل على تحويلة الحزام وتحويلة الفاخورة بمنطقة الرصيفة اتجاه أبو صياح، وتم لاحقا إنشاء تحويلة طويلة بطول 3.5 كيلو من منطقة أبو صياح رصيفة باتجاه الزرقاء. طول المشروع 8 كيلو متر بكلفة 25 مليون دينار تقريبا. وقد تم تحويل السير القادم من العاصمة عمان باتجاه محافظة الزرقاء إلى أقصى الجهة اليمنى من الطريق، ما تسبب بخلق أزمة سير جديدة في منطقة التحويلة حسب ما أفاد به مواطنون. كثير أزمة الصبح، يعني بنواجه صعوبات كثير الصبح، يعني بالأخص للموظفين اللي بيطلعوا على دوام الصبح بنواجه كثير في يعني صعوبات من ناحية الأزمات، بنضطر نطلع أبدر من دوامنا الأصلي. تحويلي كانت معقد كثير، يعني حتى اللي بدي يطلع من هون وبدي يروح بدي يلف من البوليتكنيك على البيبسي بدي يضطر يلاقي صعوبات كثير، يعني اول شيء كنا 5 دقائق كانت تلف على الشركه نفسها، وهسه مش اقل من نص ساعه بدك قبل ما تلف اللفه وترجع على عمان. وحسب أمانة عمان فإن إتمام مشروع الباص السريع بحاجة لسنتين إضافيتين على الأقل للانتهاء من أعماله الإنشائية، ما يسبب عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن في الأزمات، متأملين أن يؤتي هذا المشروع ثماره ويحد من أزمات السير الدائمة.